أفضل القرار في وجهة نظر كأكاديميين وكتربويين له شقين نستطيع أن نقول. الشق الأول اللي هو يدعم مسيرة تربوية وتعليمية، ومن جانب آخر تخوف الناس، تخوف أولياء الأمور من دوام التلاميذ ودوام الطلاب ودوام أبنائهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وهذه الجائحة العالمية. لكن نقول نحن إذا اتبعنا الإجراءات الصحية السليمة واتبعنا أيضا الوقاية الصحية من ناحية الكمامات، من ناحية المعقمات، من ناحية التباعد الاجتماعي، كل صف مثلا يكون به من 10 إلى 15 طالب، نستطيع أن نقلل الإصابات. طبعا بداية هو هذا الموضوع بأمور يعني جوانب اللي بيها ممكن نقول إن يعني إيجابية وسلبية في نفس الوقت. مثلا يعني إحنا الطلاب لازم نحيطهم بالعلم والتدريس ونخليهم يواصلون مسيرتهم بالرغم من وجود الوباء، فكان القرار أنه يكون هو مدمج، وهذا قرار جدا صحيح وسليم، يكون يومين ثلاثة بالمدارس والبقية تكون واجبات ومتابعة لبعض المواد عبر المنصات منها منصة نيوتن، فهذا فشيء إيجابي وسليم 100%. الشيء الجانب الآخر اللي ممكن يعتبر أنه سلبي اللي هو أنه ضعف الشبكة والإنترنت، هذه المسألة تقنية يفترض أنه يصير تعاون وزارة الاتصالات أيضا يصير تنسيق لدعم قوة الإشارة والإنترنت. احنا كطلاب مع قرار عودة المدارس بالنسبة يعني كبقية الطلاب خاصة احنا طلاب السادس العلمي إرادنا تكثيف مواد، إرادنا دراسة، إرادنا دوام ومحاضرات يومية، بينما شغلة الصحة واحنا يعني ان شاء الله المدارس المتواجدة او المدارس اللي حتفتح تقوم بواجبها كحماية الطلاب والتباعد الاجتماعي. بالنسبة للبس الكمامة او لبس القفازات او التعقيمات اللي موجودة داخل القاعات. أما شغلة ثانية، إحنا طلاب سادس فيراد تكثيف مواد، يراد دراسة، ويارد إنه الدوام حيكون أكثر من يوم واحد بالأسبوع، لأن تدري الطلاب بكالوريا وطلاب وزاري وراهم وامتحانات، وإن شاء الله ما راح يقصرون ويانا المدرسين، وإن شاء الله ما راح يقصرون ويانا التربية، وإحنا إن شاء الله بحال الله يعني نقدر إنه مهما بقدر الإمكان إنه نتباعد تباعد اجتماعي ونسيطر على الوباء وما نختلط بأحد. قرار غير مدروس، وذلك لعدم توفر الجوانب الاحترازية بالإضافة إلى الكوادر التعليمية غير مهيئة لذلك، وكذلك حصول نقص في المدارس واكتظاظها بأعداد الطلبة، إضافة إلى المدارس اللي حاليا قيد الإنشاء، فالقرار نرى أنه بحاجة إلى المراجعة. كذلك فيما يتعلق بالاعتماد على التعليم عن بعد أو التعليم عن طريق أولياء الأمور، حيث أن ليس كثير من الناس لديهم إمكانية أو لديهم القدرة على الحصول على شبكات تواصل اجتماعي، كما أن كثير من أولياء الأمور مستواهم التعليمي متدني وبالتالي لا يستطيعون أو ليس لديهم إمكانية في مواصلة التعليم مع أبنائهم داخل المنزل.